ما معنى اسم فاطمة؟ هو اشتقاق من الجذر اللغوي فطمة وجمعه فواطم، هو اسم علم مؤنث وتدعى المرأة فاطم وفاطمة وفطيمة وفطاما، يعني قطع، والفطم هو القطع. فاطمة هي القاطعة، أي تقطع الطلب على الطالب. حسب رواد علم الكلام واللغة، فطم الصبي أو فصله عن ثدي أمه وقطعه عن الرضاعة. حسب علماء اللغة، فطمة الرضيع المرضع، أي قطعته عن الرضاعة، فهي فاطم. يقال بأن التسمية ربما تكون من باب التفاؤل للفتاة بأن تكبر وتنضج وتلد وتفطم. فاطمة تفطم النفس عن المهلكات والمساوئ، فالنفس تشبه بالطفل، فهي إذا تركتها لا تفطم نفسها كما الرضيع إذا لم يفطم شب على الرضاع. ذكر في صحيح مسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدم له هدية ثوبا من الحرير فأعطاه عليا رضي الله عنه فقال: شققه خمرا بين الفواطم. قال النووي: وأما الفواطم فهن ثلاث، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت أسد أم علي، وبنت حمزة، وقيل أربع، فذكر هؤلاء الثلاث ومعهن فاطمة بنت شيبة بن ربيعة. من أشهر ما حمل اسم فاطمة هي فاطمة الزهراء ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة بنت خويلد. وهناك أيضا الفاطميون، السلالة التي ترجع نسبها إلى علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة عليهما السلام. ومن الشعر الذي كتب وذكر فيه اسم فاطم وهو قول امرؤ القيس: أفاطم مهلا بعد هذا التذلل، وإن كنت قد أزمعت سرمي فأجملي.